قبل أمس في فيديو بالتيك توك بعشرين ساعة جاب 900,000 مشاهد، رغم أن صاحب الفيديو لا يملك أي شهرة. الفيديو بعنوان جني يعزف عود بدورات المياه. لكن قبل أوريكم الفيديو خل أعلمكم وش الأماكن المفضلة للجن والشياطين. أفضل أماكن للجن والشياطين أولاً هي الأودية والبحار، ثانياً الجحور والغيران، ثالثا الأماكن المهجورة بيوت وغرف وحتى الأماكن الخالية مثل البر، رابعا الجبال والغابات، خامسا وأخيرا وهذه الأماكن اللي تفضله فقط الشياطين والجن الغير مسلمين هي الحمامات أعزكم الله والأماكن القذرة والنجسة. تمام، الآن عرفنا أماكن الشياطين والجن، بقى نشوف فيديو الجني اللي يعزف بدورات المياه. خل نشوف ليش هذا الفيديو اشتهر كذا. ومعلومة، يقولون ان هذا الجني كان يعزف الساعة 3 بالليل. المهم مسكوا لي عقولكم قبل الطير وشوفوا لي الفيديو. اسكت بالحمام. بالحمام الساعة 3. طيب إلى حد الآن ما شفنا شيء مرعب، خلنا نشوف مع بعض الجزء الثاني. بالحمام الساعة 3. أيوة متنا متنا. ما قد شفنا شيطان أروق من هذا الشيطان، عود ومخدة حمراء وسهران ويعزف. بس تمنيت أنك مصور شكل الجني قبل يروح. السلام عليكم، الله يسعد اوقاتكم كل خير. هذا الكلام للجدد وخصوصا الصغار بالعمر. هذا المقطع مرعب ومخيف، ما انصحكم تكملون المشاهد. الفيديو اللي قبل شوي كان عباره عن دعابه، وحتى كان اللي مصور المقطع اصلا واضح انه يمزح. لكن الفيديوهات اللي راح تشوفونها هنا قدام بعد شوي كلها مرعبه، وايضا بتكلم عن معلومات مخيفه، لان بالتعليقات اقرا واجد كلمه انا اخاف. وبس اللي قلوبهم صلبه يسعدوني باللايك، اي جديد وما يخاف الا من الله سبحانه وتعالى يسعدنا بالاشتراك. انا بيبسي وخلونا نبدا. ثاني فيديو قبل أوريكم هذا الفيديو خلى بقول لكم معلومات لازم تعرفونها. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، ولكن لابد تعرفون أن الجن عندهم قدرات مستحيلة على الإنسان. أول قدرة للجن ومستحيلة على الإنسان هي الرؤية. سبحان الله، الجن عندهم قدرات أنهم يشوفوننا، ولكن حنا ما عندنا قدرة لرؤيتهم. ثانيا هي التشكل. القدرة الثانية عند الجن هي التشكل، يقدرون يتشكلون بأي صورة كانت غير صورهم الحقيقية، ولكن لا يستطيعون تغيير خلقتهم، فقط يتشكلون سواء كان على هيئة قط أو على هيئة فتاة أو على هيئة شايب. ثالث قدرة هي القوة. نعم الجن أقوى من الإنس، وفي دليل بالقرآن أيضا. رابع قدرة هي السرعة، الجن أسرع من الإنسان. خامسا وأخيرا هي التقدم. نعم الجن متقدمين بالعلم على البشر، وبحط لكم الدليل بالقرآن. تمام، الحين عرفنا ان الجن يتشكلون عندهم قدرات. طيب الحين بوريكم الفيديو. تم استعادة هذا التسجيل بأحد أماكن التسوق. الشخص تخطى المرآة ولم يظهر جسده داخل المرآة. شيء مريب، امسكوا قلوبكم وشوفوا لي الفيديو. ممكن يكون غير بشري ومتشكل، ولكن أيضا يحتمل أن يكون هذا الفيديو تمثيل. ثالث فيديو، وهذا الفيديو اللي راح أوريكم إياه ما هو مرعب قد ما هو غريب، للأمانة غريب إلى أبعد مدى، محير. طيب بأحد الدول الغربية انهارت مقبرة بالكامل والسبب مجهول. الأغرب ما هو هنا، الأغرب أن القبور ما به أحد. وأيضا عندي سؤال، تتوقعون في حرامية يسرقون جثث ميتين ويبيعون أعضاءهم؟ أتمنى منكم إجابة بالتعليقات. وبس شوفوا الفيديو.
ماني عارف وش السبب ولا همّا أبدا انهيار المقبرة، لأن فيه أثار مطر فأتوقع ممكن من الماء، بس جد وين الميتين؟ هل هم مخطوفين مثلا ولا وش صار؟ رابعا، قبل سنوات قليلة اشتهرت ألعاب واجد لتحضير الجن، حماني وحماكم الله، وأذكر من ضمن الألعاب كان في جني اسمه تشارلي ينادونه أثناء التحضير. هذا الشخص اللي راح أوريكم إياه بعد شوي من ضمن الأشخاص اللي لعب هذه الألعاب، ولكن لعبته باسم الويجا، كان جالس يحضر الجن بهذه اللعبة. ولكن ركزوا وشوفوا وش اللي صار معه. طبعاً كثير في مقاطع باليوتيوب الناس لعبوا هذه اللعبة، بس ما أنصحكم مشاهدة هذه الأشياء والألعاب هذه. للأمانة أنا ماني عارف حكمة بالدين، بس أيضاً نصيحة مني كأخو، لا حد يراعي لهذه الأشياء. إذا حاب ودك يعني تشوف يعني الفكرة، بس ترى في فيلم مسوينه اسمه ويجا أيضاً، ومو فيلم واحد، أفلام تقدرون تتابعونهن. وأيضاً بعد ما أنصحكم، لأن في ناس واجد عنده حب التجربة ممكن يشوف مثل هذه المقاطع ويبي يجرب. أيضا في مغاربة شباب لعبوا هذه اللعبة واندموا، لهم قصة بس يبي له حلقة كاملة لو نبي نشرحها بهذا الفيديو. تقبلوا مني هذه النصيحة. طبعا مبروك عليك، لقد اجتزت الاختبار، كلنا كنا ننتظرك الى وصولك الى هذه الثانية. اثبت لي قوة قلبك اذا وصلت الى هذه الثانية بهذا الفيس، واشكرك من قلبي على المشاهدة، والفضل لله ثم للي منشنوني على هذه المقاطع. ترى كل هذه المقاطع اللي تشوفونها مهي مني، منكم انتم اللي تمنشنوني. وبس ما ننسى ان الحياة جميلة، خلنا نعيشها بجميع تفاصيلها. وبس مع السلامة.